هذا حمام حرم المدينة، ويقال له حمام الحمى. لماذا؟ لأنه ضمن حدود الحرم الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين جبل عير إلى جبل ثور من الجنوب إلى الشمال. وهذا الحمام له حكم أنه لا يصاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن المدينة، عن حرم المدينة: ولا يصاد صيدها، فمن قتل واحدة منها يكون عليه أن يذبح شاة ويوزعها لمساكين المدينة. وصفته أنه رمادي وأبيض أحيانا إلى البياض، فيه شيء من البياض والرمادي، وحول عنقه طوق ذهب أخضر وأسود. ومن عجيب أمر هذا الحمام أن من الناس من يلاحظون في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة يخرج أسرابا كثيرة إلى مكة المكرمة، ثم في الخامس عشر من شهر ذي الحجة يعودون من مكة إلى المدينة، يعني كأنهم يذهبون ويشهدون موسم الحج هناك. آمنت بالله العظيم، هذا حمام الحمى، هذا حمام المدينة المنورة، هذا الحمام لا يصاد، لأن الرسول قال: ولا يصاد صيدها. فأحسنوا إليه ابتغاء مرضات الله، وأطعموه ابتغاء مرضات الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.